29 و27 جزء من الثانية. مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام، تهانينا وناموس لأبو منصور على فوز وعد بالمركز الثالث، محمد بسهيل بن راشد الحميري على هذا الفوز. هكذا كانت النتيجة، بينما التصحيح لخامس المراكز هناك شايبة لسيد حياب بن مطر بسعيد بن حادة الاكتبي، تهانينا والناموس. إذا هكذا كانت النتيجة، وانقل الصوت إلى زميل يزيد الجهني. شكرا للزميل سالم بن علي الحبسي. متابعينا الكرام، على البركة نسير بانطلاقة ختام أشواط هذا المساء، ختامها مسك وفيها فليتنافس المتنافسون، ختام سن الإجداع من مسافة 6 كيلومترات. متابعينا الكرام، في هذه الانطلاقة الموفقة والسليمة في أرضية ميدان الشحانية وميدان التحدي ضمن هذا المهرجان ومهرجان المونديال في عام 2011 ضمن هذا السباق التاريخي والحدث الكبير في كرنفال 2011. المركز الأول، دعونا ننتظر لكي نلحق بمقدمة هذا الشوط، ولا ننسى بأن جائزة هذا الشوط تويوتا كروزر بيك أب مقدمة من سعادة الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني أحد المساهمين في هذا المهرجان السنوي الكبير. الشكر لجميع المساهمين في رياضة الهجرة العربية الأصيلة. مقدمة الشوط وشوط الإبكار 6 كيلومترات، رحلة من أقوى الرحلات في هذا المهرجان. متابعينا الكرام، دعونا نسرح ومقدمة هذا الشوط عبر شاشة قناة الدوري والكأس وقناة دبي ريسنج الناقلة لهذا السباق وهذا المهرجان. مقدمة الشوط في هذه اللحظات نتابع الشاهينية مع شعارك يا عبد الهادي بن سعيد الشهواني. المركز الثاني في هذه اللحظات وصول من مدوخة مشاهدين الكرام للسيد محمد بن سعود الهاشمي، يبدو أنه من السلطنة، من سلطنة عمان. هنا مدوخة المركز الثالث، المركز الثالث في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء ومتابعينا الكرام، وصول من مصيحة مع عبيد بن شينان المري متابعين الكرام. المركز الرابع، المركز الرابع في هذه اللحظات وجود وانطلاق قوي المركز الرابع في هذه اللحظات أو المركز الخامس وصول في هذه اللحظات من الشاهنية من رغش بن حمد بن خيرات العامري متابعين الكرام. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، شاهدتم أشواطنا المسائية وأشواط الكؤوس. التهنئة لجميع الفائزين في هذا السباق الكبير. الله، ولكن دعونا مع مقدمة الشوط ومع الشعار، شعار النجوم، شعار النجوم الأربع متابعين الكرام. الله، شعار العنابي متابعين الكرام. الله، شعار قطر مشاهدين الكرام. هنا شعار قطنة متابعين الكرام الفائزة في إحدى أشواط المساء. الله، المركز الأول مع عبد الهادي بن خليل الشهواني، عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني. الله، يقدم لنا الشاهينية متابعينا الكرام. المركز الثاني في هذه اللحظات وصول في هذه اللحظات من الانطلاق والتحدي من رغش بن حمد بن خيرات العامري مع الشاهينية أيضا. المركز الرابع، وصلت بيضة مع جابر بن فهيد العفر المري أيضا، وصول من الجانب الآخر في هذه اللحظات. شعار من يراعي مصيحة، هنا وصول مدوخة مع محمد بن سعود الهاشمي، ضيف عاني للمشاركة، كما نرحب بالضيوف جميعا في أرضية ميدان. المركز الخامس أيضا أحد الضيوف، هنا شعار، شعار مصيحة القادمة، القادمة والقادمة هناك من دولة الإمارات، سالم بن مطر بن حادة الاكتبي متابعينا الكرام. هذه النتيجة والنداء الثاني، يا سلام، النداء الثاني للخمس الأوائل، الشوط الختامي، الشوط الختامي في مساء هذا اليوم، في مساء الإجداع وفي مساء الدورة 6 كيلومترات. الله، يا الشاهينية، الشاهينية والشعار العنابي الذي يعشقه الكثير من الدوحة هنا في دولة قطر. الله، الشاهينية عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني، من يتواصل في مسيرة هذا الشوط، وسيارة لاند كروزر بيك أب المقدمة من سعادة الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني. شكرا لجميع المساهمين. ولكن المركز الثاني ايضا، شوفوا لي هنا شعار، شعار مدوخه، مدوخه متابعينا الكرام مع محمد بن سعود الهاشمي ايضا، وصول، وصول قوي من شعار الخيارين، شعار الخيارين وصل في هذه اللحظات. الدانه، ومرحبا بالدانه، مرحبا
مرحبا ترحيب كلها طيب بالدانة غانم بمنصور بسيف الخيارين. الله شعار الرموز والكؤوس والسيوف والخناجر، يا سلام ما يتميز بقوة دائما في الأشواط الرئيسية. غانم بمنصور، غانم بمنصور بن سيف الخيارين يصل في موعده، في موعده، وتمنياتي لك بالتوفيق لتهدي الناموس إلى هذا الشعار العملاق. المركز الثالث وصول أيضا من مدوخة محمد بن سعود الهاشمي. المركز الرابع، المركز الرابع وصول ايضا من الشاهنيه رغش بن حمد بن خيرات العامري، ولكن شوفوا اللي انطلقت في هذه اللحظات، وصول من شعار بن حاذة سالم بن مطر بن حاذة الاكتبي مع القادمه، القادمه من دوله الامارات، القادمه والعانيه والباحثه عن الناموس، الباحثه عن السياره، الباحثه عن انجاز يسجل لها لكي تذهب الى هناك الى الامارات العربيه المتحده. الله، ولكن خلوني اسير، خلوني اذهب، خلوني انطلق، خلوني اشاهد ماذا يفعل، ماذا يفعل غانم بن سيف الخيارين مع ال 2000 متر الاخيره واعلان هام للمضمرين. المنعطف الاخير، وصلنا منعطف الاخير، وما بعده، وما بعده نتوجه الى المنصه الرئيسيه. ولكن هنا مشاهدينا الكرام، الدانه عبر قناه الدوري والكاس الناقله لهذا السباق، وقناه دبي ريسنج الناقله والاتيه عانيه لكي تشهد هذا الحدث الكبير والكرنفال الكبير. يا سلام يا سلام. المركز الثاني، يا سلام، عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني، وصل الشهواني، وايضا خطير هذا الشعار، خطير هذا الشعار لشدة التميز دائما معنا في اشواط السيارات. المركز الثالث وصول من شعار بن حاذة سالم بن مطر بن حاذة، قادمة للناموس. اشتدت المعركة هنا، اشتدت المعركة، والمعركة طاحنة، المعركة طاحنة في أرضية ميدان التحدي. شوفوا الانطلاق، شوفوا التجمع، شوفوا الإجداع. الله، رغش بن حمد بن خيرات العامري مع الشاهنية، ولكن من الجانب الآخر أشوف اسم جديد، أشوف اسم جديد، يبدو أن من هنا، من شعار الدوحة، من شعار الشاحنية هنا. متابعينا الكرام، او هنا الانطلاق، ريمه 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 متابعي، في تشابه في الشعارات. محمد بن حزبي بن قناص العامري، وصل العامري، وصل العامري. ايضا هنا رغش بن حمد بن خيرات العامري، شوفوا الانطلاق، شوفوا التحدي، شوفوا السرعه، شوفوا الاثاره، مع ايضا القادمه مغادره، القادمه تريد ان تقلع، تريد ان تهبط الى هناك الى الامارات. ولكن ايضا المركز الرابع، عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني، ايضا وصول ايضا في هذه اللحظات. الظبي سيف الرملي العامري، يا سلام يا سلام يا سلام على التحدي والاثاره. ولكن وصلنا ال 500 متر الاخيره، وبدا الصراع، وبدا العد التنازلي. يا سلام، الله الله، اشتدت المعركه. وهنا ايضا هنا ريمه والشاهنيه في موقعة الشرف. ايضا بن حاذة واصل، ايضا هنا انطلاق من الظبي سهيل بن الرملي العامري، ايضا وصول من المها محمد بن حمد بن نصره العامري. ولكن ياهو شوط، ياهو تحدي، ياهو ختام، ياهو انطلاق، يا هي معركة بين الإجداع. الله، شوف الوصول، الذيبة محمد بن فيصل الرمزاني النعيمي، وصل النعيمي. ولكن يا سلام عليك، تحية واحترام للعامري بانطلاق مميز في اللحظات الأخيرة. خلاص ما فيها مجال، ولا سلام يا سلام. هنا الانطلاق، سلام، تحية واحترام، سلام للعين، سلام لدار الزين، سلام للعامري على هذا الإنجاز. محمد بن حزبي بن قناص العامري على فوز ريمة بالمركز الأول وانتزاعه لسيارة هذا الشوط وشوط الختام. تهانينا لبن قناص على هذا الإنجاز. المركز الثاني، شوفوا وصول رغش بن حمد بن خيرات العامري مع الشاهنية. المركز الثالث كان من نصيب الذيبة محمد بن فيصل الرمزاني النعيمي. المركز الرابع المها محمد بن حمد بن نصرة العامري. والمركز الخامس، القادمة جاءت في المركز الخامس، سالم بن مطر بن حادة الاكتبي. تهانينا والناموس للسيد محمد بن حزمي بن قناص العامري على فوز ريمة في الشوط الختام. شوفوا توقيتنا الزمني لحظة وصول ريمة، 9:18 87 جزء من الثانية، ها هو توقيت ريمة. المركز الثاني كان من نصيب الشاهنية رغش بن حمد بن خيرات العامري، وتوقيت الشاهنية 9:00. شوفوا توقيتنا لحظة الوصول،
تسع دقائق 22 ثانية 84 جزء من الثانية. المركز الثالث كان من نصيب فيصل الرمزاني النعيمي مع الذيبة محمد بن فيصل الرمزاني. توقيت الذيبة 9 دقائق 23 ثانية 8 أجزاء من الثانية. في هذه اللحظات ينتهي هذا السباق، وفي هذه اللحظات تنتقل الكلمة في هذه اللحظات للزميل محمد بن بريك المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء، نصل في هذه اللحظات لحظات تكريم الفائزين بالكؤوس للأشواط الأولى والرئيسية، وهذه الكؤوس مجسم طبق